هل من الجماعة خلفي من فاعل خيري يؤذيني ويؤذي أولادي وآل بيتي؟ والله العظيم قسم بالله أروح أدعو الله دولا من عباد الله. إيجار حق بيت من مساجد من كل مكان أدعو الله دولا من عباد الله. ما عندي إلا الله سبحانه وتعالى ولا معي أحدا غيركم يا عباد الله. ساعدوني الله ارزقكم إن شاء الله وأقضي حاجتكم إن شاء الله. والله العظيم قسم بالله حتى نبر، والله العظيم من جينا والله قبل تام سرقتني جياعة، والله ما يعلم بنا الرحمن الرحيم اللي باع الخير دينا سلة غذائية. ربي خلقكم بعد. خلقكم بعد. هلا دم بعد.